شوف بقى العصافير واللي عاملينه في العربية اهو في الشارع. ادينا بالليل وتقريبا 1,000,000 عصفورة على الشجرة، عدد رهيب جدا من العصافير باهتين على الشجرة، مع ان هي ما فيهاش شوش ولا فيها اوراق، ورغم كده مخلية العربيات تقريبا، يعني عربيات هتتكسر، العربية هتتكسر من اللي حاصل عليها. عصافير في كل مكان. ايه ده، شجرة واحدة فيها تقريبا 1,000,000 عصفورة، شجرة بمليون عصفورة، وفين؟ في شارع عمومي في الاسكندرية، شارع 14 مايو. ايه ده جمال ده، رغم ان احنا في الشتاء، العصافير ساكنة شجرة بدون اوراق، ملايين العصافير على الاشجار رغم ان احنا في الشتاء وبدون عش وبدون اوراق، كله نايم في ريشه.